اتفاقية البحث العلمي بين جامعة البعث وأكاديمية بناء القدرات والتوظيف في ألمانيا. للمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف من جامعة البعث من حمص الدكتور إبراهيم تركماني، أستاذ في كلية الطب جامعة البعث، لنسأله عن محاضرته اللي رح يلقيها بعد شوي بهيدا الخصوص. صباح الخير دكتور. صباح الخير. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا. بداية مبروك توقيع الاتفاقية بين جامعة البعث وأكاديمية بناء القدرات والتوظيف بألمانيا يوم أمس، خلينا نحكي أكثر عن أهميتها بهذا الموضوع. اليوم نحن حقيقة عادي بالغة، لأنه التواصل الكبير بفضل الأستاذ الدكتور عبد الله العبدو مع الألماني والعلاقات الوثيقة العلمية قدر يحقق اتفاقية مهمة لجامعة البعث، اتفاقية مهمة لسوريا بكون انه هالاتفاقية بتشكل مرتكز بعلمي مهم من حيث إقامة مركز امتحان ومركز لغات للغات الألمانية للراغبين بمتابعة التحصيل العلمي بالألماني، فهي بتشكل حالة مهمة بالإضافة إلى التبادل بالخبرات العلمية مستوى أساتذة الجامعات على مستوى طلبة الدراسات العليا على مستوى المرحلة الجامعية الأولى على مستوى الإداريين بتنمية القدرات، وبالتالي يعني تشكيل حالة مهمة بالنسبة لجامعة، وأظن أنه هي إذا انسحبت على الجامعات الباقية راح تشكل حالة مهمة بشكل كثير كبير وتعطينا قاعدة واسعة بتفعيل العلاقات مع الألماني. مشكورين حقيقة الوفد يلي عانى بالسفر الطويل حتى وصل لعنا بجهود كبيرة وبرغبة كبيرة علمية حقيقية إلى سوريا. هذا شعور حقيقة كثير كبير بالنسبة لنا ومكان تقدير كبير. تمام دكتور. طيب مين الفئة المستهدفة اليوم من هي الاتفاقية؟ خلينا نوضح أكثر، هل هن طلاب المتخرجين؟ هل هن طلاب الدراسات العليا؟ خلينا نوضح بهذا الموضوع مين هن الفئة المستهدفة؟ استهدفت يعني فينا نقول كل قطاعات الجامعة بشكل كامل دون استثناء، يعني من المرتبة الأولى للمرتبة العليا، وبالتالي هذه يعني كل حتى بناء القدرات للقيادات الجامعية. طيب دكتور خلينا نحكي عن محاضرتك اللي راح تلقيها بعد شوي عن واقع الطب في سوريا. ندوي حقيقة، الندوي تبعتنا حقيقة رايحة باتجاهين محورين. هو بيحكي عن الواقع الطبي في سوريا والواقع بشكل عام ولا خلال الحرب؟ وبالتالي يعني إظهار الجوال اللي موجودة في الواقع السوري رغم ظروف الأزمية اللي منعيه. تمام. يعني حيتم التطرق لواقع الطب في سوريا خلال سنوات الحرب وكيف تم التعامل معه ولا بشكل عام؟ لا نحن شيء طبيعي رايح نبدأ بخطوات قبل الأزمة وخلال الأزمة وما حققته يعني القطاع الطبي أو القطاع الصحي أو القطاع التعليم الطبي في سوريا من معجزات. صحيح. يبقى المنتج السوري كطبيب هو منتج عالمي وبالتالي غايب الأهمية المحافظة على سوية علمية من الطبيب، هذا كان شيء مدعاة للجانب الألماني أنه يستضيفنا نحن من خلال ألمانيا. تمام دكتور. يعني سمعنا أنه رح يكون امتحان اللغة عبر الأونلاين، كيف اليوم رح يتم تدريب الطلاب على تعليم اللغة الألمانية؟ هلا في اخذ قرار باحداثه وبالتالي في اساتذه من ألمانيا في مدربه ومؤهله اليوم قادره انه تساعد الطلاب. هني راح يدرسوا هون يعني الموضوع انه جايين على حساب الجانب الالماني وبالتالي باستضافه جامعه البعث راح يكونوا هون موجودين ويقيموا دورات بالالماني بشكل مكثف. طيب في معلومات اخرى حابب تضيفها بختام حديثنا معك دكتور؟ في معي الدكتور حابين وفي معي الدكتور عبد الله عبد، تحبوا تاخذوا منه شيء كمان ممكن يوضح لكم.
تمام. يعني دكتور إبراهيم بدنا نشكرك كثير على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، فعلا مشروع مهم وخطوة مهمة لجامعة البعث بشكل عام ولطلابنا أيضا بشكل خاص. كل الشكر لك دكتور.